طب هو ما قالكش وعاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه خلاصه. يا نهار اسود، لا يكون اخويا كريم مسكوب مظاهره وبعتين لي حد من امن الدوله. لا لا دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعته بيجيبوه لحد عندهم. اه معقول، معقول برضه، ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا. والله العظيم ليك وحشه، الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك، الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال، ماشي؟ ماشي ماشي ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا؟ تتعامل ايه؟ انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله، انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما تخلفتش ولا مره، حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حاكله عليها، انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا، هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني يا باشا، انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه، كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج، ولا من شاف ولا من دري، مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا، انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل، انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. اه ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا. تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا. هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. واقف بتنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي علي النعمه يا باشا، انا نفسي اتفتحت للشغل معاك، طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بايدي. طول عمرك معفن ودني، انا لو الباشا هيشغلني معاه فول وطعميه برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم، عندكم لحمه ولا انتم مقطعينها؟ موجود يا فندم. طب اعمل الفندي ده 2 كيلو لحمه مشويين. ها اصل هو ما بيحبش الازازه، بيحب الهوبر. حاضر يا فندم. ايه يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل،
انا جايبكم عشان اتكلم معاكم وانتوا بتاكلوا، بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. ايوه الكبيره دي. ماشي ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايزك اللي ايه ده انت جننت؟ بقول لك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا انت هتفضحنا ولا ايه؟ متخلي الطبق مسطور، ده سواح جلد قوي. ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي. في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5. عالم جلده. جلده ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم انت ما عندكش دم؟ واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم $5 ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه مالك مالك؟ اسم ايه؟ ليه؟ طب طب اهدى اهدى اهدى. انا هاجي انا هاجي. معلش انا اجيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين احنا مستنيينك يا باشا. الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقيني قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عصام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك مسكتهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم، مساله بقت عاديه جدا. شعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس بس يا عم كريم. واخوك ده زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فانما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للمتظاهرين بطريقه حانيه وديعه زي الامه بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها